بلادك وبدي رفيقي بدل ما عليك ما عرفوا يربوك يا بنت الحرام. انت من عمل ابتدى وانا حرمه ولا بنتي حرمه ولا بنتي بارة ولا بنتي دافة. انت مولد رجال مولد رجال. حرام ما على بالي رجال. انا مريض انا رجال غصبا عنك. فلتني فوزينك فلتني حاجتك ما حاجه. اسمعي لك انت رح تضلي عم تاكلي قتل مشان راسك يضل مكسور وما تقدري ترفعي ابدا وتعرفي قيمتك. انا رايح لعند الشباب بجوز طول وبجوز ارجع بكير. خليكي قاعده عم تستنيني مثل الكلب. سليم انت مو ذنبك انك تحرم حالك من الولد. اخ يا ام سليم اخ شو بده يفيدنا الولد؟ هي اخي ابو زهير الله يرحمه جاب زهير شو فادو؟ عتروا وجننوا لك موتوا طقيق ما ساعدوا لك ما ساعدوا بشي حتى بالارض ما ساعدوا لك. زهير تربايه امه كلها دلال وما ياعوا قله ادب. والله مو حارق قلبي يا ابو سليم غير انه جوزتنا بنتنا ورده لهالزلمه. الحق علي انا اللي اعطيته كلمه لاخي ابو زهير الله يرحمه من وقت ما كانوا اولاد صغار بعدين كبروا الاولاد وما قدرت اتراجع عن كلمتي. هذا غلطي. المهم ورده كيفها؟ والله مشتاقه. ماشي حالها الله بيعينها الحمد لله لا تهكل همها. الله يرضى عليها يرزق ولد يسر خاطره. والله انا مقصر معها بس مثل ما انك شايفه ما في باليد حيله. بعين الله بعين الله ابن عمي. وردير على ركض ركض يا دوب وما عم تلحق شغل المصروف كبير. هلا اتركني من ورده. شو مشان الارض؟ شو بالارض؟ يعني لا عم تفلحها ولا عم تزرعها. الارض صارت بور. هو المطلوب يا زهير الأرض على أيام المرحوم أبوك لما كان يشتغل فيها كنا كلياتنا ناكل منها وتكفينا وزيادة. بس هلأ شو بفهم من هالكلام أختي؟ يا أما اشتغل فيها يا أما بيعها. شو؟ بدك ياني بيع الأرض؟ أبيعها إيش كان ما بدك تشتغل فيها وهيك كل واحد بياخد حصته بشرع الله. لا لا خلاص خلص برجع بشتغل فيها وبرجعها مثل اول واحسن. امتى لك اخي؟ امتى؟ بس يصير معي مصاري وجيب كرستا واشتغل بالارض خلص لا تاكلي هم. ان شاء الله الشغله ما تطول. لا لا ما بتطول. عضت كوسايه. خير يا بيك طلبت تشوفني. بدي اياكي تروحي تخبري ورده مشان تروح تنظف لي هداك البيت. حاضر على العين. مرحبا وردة. ناجي شو بدك؟ بدي اسألك سؤال مشان الله جاوبيني عليه. خلصني سؤال. هلا انت مبسوطة مع جوزي؟ واحد ازعر لا شغلة ولا عملة مرافق زكور وتاركك انت عم تشتغلي بصير هيك؟ الشغل مو عيب طالما شغل شريف ونظيف. كمان ناجي الله يوفقك الشيء اللي عم تفكر فيه مستحيل يصير. لا لا مو مستحيل
بعدين الله وكيلك، الله وكيلك، انا بدي اياك تكوني مبسوطه. ناجي ناجي، اذا بدك يعني يكون مبسوطه لوقت تلحقني بالسقايق، الناس لها لسان وعيون، شو بدهم يقولوا اذا شافونا عم نحكي مع بعض؟ ناجي، مو انت بدك يعني يكون مبسوطه؟ احمل اللي عم اقول لك عليه. ايش كان هيك بتكوني مبسوطه؟ انا راسي من فوق خلاص. مرحبا ورده. خلاص بكره بكره بقول له لابوكي بكره. كتر خيرك اخي، كتر خيرك. سلام عليكم. يا عيني يا عيني على العشاق، شو حلوين مع بعضهم. شو قصدك؟ والله يا روحي اللي بيشوفكم واقفين هالوقفه بيقول يا عشاق يا متجوزين جديد. عليكي صباح، هذا الحكي مردود عليكي، لا تنسي اني انا مره متجوزه وعلى ذمه رجال. شو بكي فلتي بفلفلتي؟ عم امزح معك. الى بقى تمزحي هذا المزح. والله يا روحي أنا خايفة على سمعتك، باعتبار أنت رفيقتي الوحيدة ما بحب حدا يجيب معدلك بالعاطل، بعدين في حدا أحسن من ناجي طالب الود. مين قصدك؟ شوكة بيك. هلا ما لقيتي غير هات الاختيار المكحكح. ولك يا جدبة، شوكة بيك عنده مال ما بتاكل النيران، يعني مال وعز وجاه رح يدللك كتير. صباح عم قلك أنا مرة متزوجة. هبلة هالبنت هبلة؟ حدا بيصح له شوكة بيك وبيقول لا؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك يا بيك، ابوس ايدك، اطلع من البيت، اطلع. اطلعي مني، اطلع من البيت. اعوذ بالله، اعوذ بالله، انا طالعة من البيت، انا طالعة. مو قبل ما اخذ بدي جيت من شارع. بتعمل لك بعد عني. والله العظيم بصرخ فيك صوت بلم عليك الجيران كلها، بقى استور على حالك واستور علي، انا حرمة متجوزة وعلى ذمة رجال. لك انا طلبتك وقلت لك تجوزيني بالحلال، ما رضيتي، هلا بقول لك طلقي من جوزك وتجوزيني، انا جاهز. انا بقول لك مستحيل اتجوزك ولو بدي موت. لك انا شوكة بيك، ما حدا بيقول لي لا، وبدي اخذ يلي اجيت من شانه غصب عنك. بعد عني، بعد عني، لك بعد عني يا ناس، يا عالم يا جيران، لك بعد عني، بعد عني، يخرب بيتك. ودي الله لا يوفقك. ماشي ماشي. أنا برجيكي والله لدفعك الثمن غالي. فجيت له راسه. ولك هذا شو كان بيك عم تضربيه؟ ولك على ظل هده. لك وش كان؟ بدك اياه يعتدي علي وضل ساكت له؟ لا مو هيك، بس بكره بيعلقك ما تقعدي لفاية عنده. لك انت شو؟ هذا اللي همك؟ ضل لفاية وخدامي عنده؟ شو يا بعدي؟ عم بتشوفي حالك علينا؟ ولك طول عمرك انت وامك بتشتغلوا لفايات وبتخدموا بيوت الناس، لها علي انا دبرت لك شغل الك ولابوكي. وانا ما عاد بدي اشتغل. شلون شلون؟ بدك تضلي قاعده بوشي بالبيت؟ لك انا الزلمه ولا انت؟ مين اللي لازم يصرف على البيت، انا ولا انت؟ لا حبيبتي، اتفقنا من الاول انك تشتغلي وتساعديني. مزبوط، ساعدك، ساعدك نشتغل بارض ابوك نفلحها ونزرعها، احسن مالك تاركها بور. الارض بدها شغل كثير، وانا ما بدي اشتغل فيها، واعطي الحصص لاخواتي البنات ويعطوها لجوازهم. بس هات حقهم، صبرهم بالارض مثل صبرك. الأرض بدها شغل كتير وبدها مصاري كتير، وأنا ما معي، ما معي يا وردة. خلاص بس صير معي مصاري رح اشتغل فيها وانت رح تساعديني. وهلا إذا بدك بحكي لك مع شوكة بيك مشان ترجعي تشتغلي عنده. لك مستحيل، مستحيل أرجع أشتغل عنده لو تلطح راسك بألف حيط. زكوت، بتعرفوا لهذا صاحبك اللي اسمه زهير ما؟ شلون لك كان يا بيك؟ نحن صاحبتنا قديمة من زمان. يوه، في شغلة بدي وكلك فيها، مش كان نجحي رح يكون لك شان كبير عندي. وأنا خدامك يا بيك، أمور. شو؟ وين القعدة اليوم؟ عندك بالبيت. عندي؟ ايه.
هي عندك ليش مستغرب؟ نحن مو اتفقنا انه كل مره نلعب عند واحد فينا مشان ما حدا يشتلي؟ لك على عيني، بس هذا رفيق زلقون ما حبيته. ليه؟ شو بده ضايقك بشي؟ لك لا لا ما ضايقني، بس هي خيو يعني شغل الله ما ارتحت له. خلصنا زوير، خلصنا. قول انك زلمه بتخاف من حرمتها. لا شو هالحكي هاد، مو زوير اللي بيخاف من حرمه وبيحسب الحساب. اها قلت لحالي. طيب المهم هلا شو قلن للشباب؟ شو بنا زهور بدك لهالتفكير؟ خلص قلن اليوم القعدة عندي، بلكي بعوض خسارت مبارح. وحياتك رح تعوضها لك، انا الله مورجيني انك اليوم متقصيز. عنجد؟ لكن يلا بخاطرك. الله معك. السلام عليكم يا بيك. شو صار معي؟ بخصوص شو؟ بخصوص وردة. والله يا بيك راسها مثل الحجر الصوان، مع انه انا فهمت انه رح تدللها وتسعدها، بس هي يعني ما بدها غير جوزها زهير. خلي جوزها ينفعلك هون، روحي لشغلك. بأمرك يا بيك. يكون عندك مانع؟ لا والله ما حذرت، روحوا لقوا محل تاني حششوا فيه. شو هالحكي؟ ليكون عادي ببيت ابوك اللي ورتقتيه. ماشي انا رايحة لعند اهلي. لا حبيبتي ما في روحة، شو بدك تضحكي العالم علي؟ شلون شلون شلون؟ ليش هن جايين يسهروا معك ولا معي؟ ولك مين بده يساوي لنا شاي؟ ماشي بساوي لكم شاي وبروح. ايه علينا، قلنا لك روحة ما في. ايش ما بتفهمي؟ اجلي يلا بكره. غيره شو بتريد؟ هادي لشو فاتي، شو معك مصاري؟ ليش؟ لحتى تلعب فيهم قمار؟ هلا بلا اكل هوا وعلاك فاضي؟ هاتي مصاري وبرجع لك ياهم الطاق دبل. ولك خاف الله يا رجال، خاف الله. لك انا عم اشتغل وينهد حيلي طول النهار كرمال امن لقمه الاكل، وانت رايح تطيرهم على قمار. هلا من الاخر، هاتي هاتي شو في معك مصاري. يلا لسه ما قبضت. اسمعي وليك، صلي ساعه عم زايرك مثل النسوان، بس شكله القديش ما بيفهم غير بالضرب. لخي هاتيون. يا رب شي كسر ايديك يا زوير، الله لا يسامحك يا زوير. وينك يا اخ يا ام سليم؟ اخ والله تعبت، تعبت خير الله، حاسس ظهري صار شقفتين. بعت لي حمه عليك ابن عمي، جيب حدا يساعدك بس هيك شوي بزق الحطب، تنظيف المداخن، هي الشغله صار بدها شباب مو انت. يا اما يا اخي غير هالشغله. بكره بقول له لصاحب الارض يا بيجيب حدا يعاونني يا ما عاد اشتغل عنده. تعرف هلا بعد الاكل بفوت على الاوضه بدهن لك ظهرك بالمرح اللي انا مساويت لك اياه، ان شاء الله بترتاح. ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
قلت لك برجع لك ياهم اذا ربحت. ايوه وبلكي خسرت وما قدرت ترجعهم. لا يا زكو لا، مالك مأمن فيني؟ لك اخي مو قصة تأمين، بس يعني انا ضل معي شوية مصاري بدي العب فيهم، بس هي القصة. لك انت مالك عرفان، انا اذا ما برجع المصاري راح اعلق بمشكلة كبيرة كتير. مشكلة؟ ايه. بينك وبين مين؟ بيني وبين الزلقوط. انا اخذ منه مصاري ووعدوا اني رجع له اياهم بكره، يعني على قليله رجع له نصهم مشان يعني يخلص من لسانه. فهمت عليك. خيو في حدا يطالعك من هاي المشكله. ايدي بزنارك، مين هو؟ البيك ما رضي يعطيني. وليش لحتى ما يعطي؟ بعدين انت ما انا خسران شي، جرب قل له. طيب شلون بدي اترك الشباب لحالهم البيت؟ ايه وما بيصير يروحوا معنا، لانه اذا راحوا وشافوا البيك رح يعرف انك رح تلعب فيهم قمار، وقتها ما رح يعطيك. اخي لبين ما يشربوا الشاي بنكون رحنا ورجعنا. طيب طيب ماشي، هلا بنروح نخبره انه رايحين مشوار صغير وبنرجع، بس خلينا نفوت لعندهم بالأول. يلا. ها بيجوا. أهلين بالشباب. أهلين بالرجال. أخواتي أنا وزكو واصلين مشوار ما رح نطول، فاعتبروا البيت بيتكم وخذوا راحتكم. أمورك بس لا تأخر مشان ما تفقس القعدة. لا يا حبيب الروح ولو 10 دقايق بس. يلا بالإذن منكم شرف زكو. يلا معه أصدق ما. شرف. يلا. كأنه هالشاي ناقصه سكر. لا عم تمزح اكيد انت مو؟ صار سكر وشويه شاي. لا ناقصه سكر. بدي اقوم جيب سكر من هالسكر اللي جوا. ولك ايه ايه قوم معي قوم، ولك قوم نحلي قراصنا قوم. ايه ايه بيسهر معنا. لك حمار، لك علي الحلال ما تكون عندي هيك مرة لحطها طول الوقت واتصبب عليها. شري لك ظل لك بلكي قالت لجوزها. ايه وتقول له ليش نحن شو عملنا قاعدين عم نشرب شاي جوا. فتح لي مخها. ايه 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 عم نشرب شاي. ايه فوت فوت. قولي على امتي، قولي على امتي، قولي على امتي.
يا رحمتي يا رحمتي يا رب دخيلك يا رب دخيلك. شرف يا بيك. سيك بس انت بترجعون يومين ثلاثة بكثير يا بيك. وشو اللي بيضمن لي انك ترجعهم بهذا الوقت؟ أنا جاهز لأي ضمان بدك اياه يا بيك. ماشي. ترهن بيتك اللي ساكنه عندي. رهن بيتي؟ ايه ترهن بيتك ضمان لحقي، وبس من رجعت لي المصاري بنشق السلام. بأمرك يا بيك بأمرك. أنا جاهز لأي شيء بدك اياه. درويش جيب لي السند والبصامي روح. أمرك يا بيك. سكر. شرف شرف يلا. فوت يلا. والله اجاك الحظ. ليه بالشباب؟ يا شباب تاخرنا. لا تواخذونا يا اخواتي، لا تاخذونا، تاخرنا عليكم. يلا بدنا نلعب. وين الشده؟ يلا امين. وين الشده اللي بينسمع؟ ها تعطي قوم تحرك. قوم 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 انت مشان تغير خصوصك. ايه يلا أسئلة. ها والله يا مسدّل. هون عم تعلم مين؟ عقيدك وزوير. ليش بدار الباب؟ تاركني لحالي مع شلة آدو، بدك يعني ما دقر الباب؟ وين رحت؟ كان عندي مشوار ضروري. ليش حالي منه فات عندك على الغرفة؟ ومين بده يفوت على غرفتي يعني؟ بس انت بس شو؟ انا شو؟ احكي لك. ما بيصير ما بيصير تتركني بالبيت مع رجال غريبين. ما بيصير. قلنا لك كان عندنا مشوار ضروري. شكلك ما بتفهمي من اول مرة. بسيطة قديش؟ الله يوفقك انت وياه. لعما ازعل عمله صحيحه لك، وبلكي راحت وخبرت جوزها. لك يا حبيبي ريح لي حالك، ما راحت له. وانت شو عرفها؟ قلنا لك الا تلتين الخاطي. ورده والله ما عم صدق اللي عم بسمعه. لك يا حبيبي صدق. لك ماشي ان شاء الله يطلع كلامكم صح، المهم ما تصير مشكله كبيره. لا واذا ديري فيها البيك والله بيقوم قيامتنا. استبق لي البيك، البيك فاضي لك، لا تخاف. وهي ما لها تقول لجوزها. لك شو بهيم انت؟ ليش ما عم تفهم علي؟ عم اقول لك مجرد ما صار هون مشان ياخذ المصاري، خليه هون انا وما بتلاقوني غير صرت عندكم، انتوا جهزوا كل شيء. ليش ما بخطف لك اياها لعندك على البستان؟ خفيفة نظيفة يا بيك. لا لا ما بدي الناس تشتلي على شيء. خلاص روح ونفذ اللي قلت لك عليه. بأمرك يا بيك. هلا على الحارك وتروح تفهمهم لرفقاتك شو يسوي. يلا
صار يا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. المرة الماضية فلتي من ايدي، بس هالمرة ما راح تفلتي مني منو، وراح اخذ بتعري منك. وزكوا هيك والله ما عم تفوت بأهلي وجوزها. لك البيك رح بيدبره، بعدين البيك طلب وبس يطلب طلباته قوامي. والله إذا البيك هيك بده، البيك طلباته قوامي. لك صلي على النبي، بعدين إنا من الطيب نصيب. أكيد إنا من الطيب نصيب. شرق شرق أخي. بالنسبة للحباشات علينا، لا تأكلها، منعرف وضعك. لعيونك ها؟ والله اليوم راح تكون قاعدة غير شكل. شوفي شوفي. هات معك مصاري ديني؟ ما معي الله وكيلك غير اللي عم بلعب فيه. يا حرام على العص، يا حرام. لو معي مصاري كنت خسرتهم كل مصاريهم وربحنا، لأنه اليوم حظ ضارب. يا ريتني يا ريتني ما رجعنا المصاري زلقوط. ايه والله اليوم حظك بالنار. طيب شو الحل؟ تعال قلنا ليش ما بتروح لعنده مرة تانية؟ شو؟ قصدك روح لعند البيك؟ ولك ايه، أنا نصيحتي تروح لعنده اليوم، تاخذ منه مصاري، واليوم حظك ضارب، بتلعب فيهم وبترجع له كل مصرياته. والله حكيك مزبوط. طب بلكي ما رضي يعطيني. ليش ما يرضى يعطيك؟ انت راهن عنده البيت. خلينا نروح هلا على الحارك. ولدك خلينا نروح قبل ما تفوز القعده، ما عاد رح فوت لعند الشباب، قول لهم يشربوا لهم كاسه شاي لبين ما نروح ونرجع. يلا امشي. يلا يلا. اهلا وسهلا بالشباب، تفضلوا استريحوا لبين ما يطلع البيك من الحمام. والبيك قديش بده ليطلع؟ والله ما بعرف، قال لي تنتظروه لبين ما يطلع من الحمام. اذا مستعجلين روحوا ورجعوا بعدين. لا 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 لا، شو بس هنروح ونرجع؟ لا مستعجلين، خلص رح نستناه هون، رح نستناه. مثل ما بدك، شو بتحبوا تشربوا؟ جيب لنا اثنين شاي. اثنين شاي من عيوني، تكه بيكون عندك ان شاء الله ما يتاخر. بدنا نستنى شو بدنا نعمل؟ لا حول ولا قوة. طلعنا برا يا زهير. نحن جايين نبسطك. خلاص يا زهير. لا تقلوا زهير، زهير ماله هون ولا في حدا. يا جيران يا جيران يا عالم الحقوني. لك ما بدك الهلعيان. شري طلعنا برا برا طلعنا برا طلعنا برا. الله يوفقك الله يوفقك. تعال هون. وين رايح؟ لك طول كثير بالحمام تبعه. لك حمام بقواتيه هاد، لك مثل حمامك سلوقه. لك شو عم بيت استخاره؟ زهير شبك ليش بصلتك محروقه؟ اخي ما في شيء، بس يعني مو حلوه مشان الشباب يعني.
خايفين انه تفوز القعده. اخي شو مشكلتك بالشباب؟ ما راح تفوز القعده، الشباب بيكونوا جهزوا القعده هلا. لا ما ولك يا ريتني سمعت كلامك يا ورده وخليتك تروحي لعند اهلك. بوس ايدك فكري، بوس ايدك. ولك انا اللي ببوس ايدك. والله لا تنبسطي بسط ما صار والله. استر على حريماتك، استر عليك. رح تنبسط ولا لا بكري؟ ليه والله تنبسط. روح جيب صاحبنا. ولك شباب جيب صاحبنا. لا تروح فكني يا اخي، فكني روح فكني، بوس ايدك فكني. ولك شو هالشعرات اللي على قلبي؟ استر عليك استر عليك. شلون تركك يا جوزي؟ استر عليك استر عليك استر عليك. شلون تركك بس اللي فيه؟ اللي على قلبي والله لا تنبسطي بسط ما صار والله. الله يوفقك فيك. انت الله يوفقك، لك الله يوفقك. الله ياخذني على الشوفة يا رب. قلتلك ما راح تفلتي من ايدي يا وردي. اطلع لبرا، اطلع لبرا. هيك بتستقبلي ضيوفي؟ لا لك انا شوكت بيك. انا اللي بدي اياه بده يصير، انا ما عذبت حالي ولبكت الشباب تبعي هيك على الفاضي. لا تاكل حقيني. ورده ورده يلا على السريع خفيه، هاتي الخنجر معك. هيك لكم زهير افندي عم يسهر وعم يلعب قمار وعم يسكر؟ اي نعم. وتارك بنتي هي اللي تشتغل؟ يا عيب الشوم. بي يا باطل على هيك رجال، لك يا باطل بس. ايه والله يا ابن عمي، ويبعت لي حمى عليها هالمسكينه، ساكته وصابره على اساس يصير، بس ما كان يصير. ولا راح يصير بحياته، هذا ولد مغضوب. ماشي يا زوير. يا ابن اخي ماشي. أنا بعرف كي حاسبك. لك إذا ما بطلقك من بنتي ورجلك فوق رقبتك ما بكون أبو سليم أنا. أي والله يا ريت. لك شو هالمصيبة هي؟ لك شو في؟ مصيبة يا أبو سليم مصيبة. شو في فهمني؟ يا الله يا الله. لطيف يا أبي يا أبي ببوس إيدك طلقني من زهير. بعت لي حبة. انت شو جايبك مع البنت؟ روق يا ابو سليم روق روق وخلينا نحكي كلمتين لحالنا. فوتوا لجوا لشوف. حاضر احكي فهمني شو اللي صاير. لا تفهمي اللي شفته غلط، بنتك اشرف من الشرف بذاته. احكي ابني تعا تعا احكي تعا اوت اوت فهمني شو القصة. اللي حظي منيح ما هي رحنا ورجعنا ببلاش. الله روح
شو هاد انت وياه؟ قاتلينه للبيك.